من بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طرق تربية النحل أبليكيتير. فيديو اليوم اللي هو خاص بكيفية تطوير أو صناعة أو تحضير الشمع معناها الخام. وعلى كل حال في هذه الحالة الآن نحن نلاحظ بعض البراويز وخاصة الإطارات اللي تكون ممطوطة وتكون قديمة جدا، هذا لابد علينا أن نستعملها ولا نرميها هكذا بجمع هذا الشمع الممطوط كله معناه، وحتى الشمع اللي يكون عنده مدة قديمة هنا ويكون قديم جدا هنا نقوم بجمعه. أولا إحضار قدر مثل هذا أو إناء كبير جدا من الحديد أو الألمنيوم، هذا قدر، ونقوم ب معناه نصف القدر هذا حوالي نصف الحجم من الماء، والباقي نكمله كامل معناه الشمع، الشمع يكون ممطوط. وهذا الشمع نقوم ب أولا تحضيره عن طريق طبخه هكذا أو تغليته هكذا كما راكم تلاحظوا الآن. هذا تغلية الشمع، هذه المرحلة الأولى اللي نقوم بها، هي تغلية الشمع على نار تكون هادئة وتكون نار على كل حال لا يتسبب في حرق هذا الشمع، معناه لابد علينا من إضافة الماء، لابد على أن في كل مرة تكون الماء كمية الماء هي نصف كمية الشمع، معناه تكون نصف كمية الشمع. إذا مثلا وضعت 4 لتر من الماء هذا حوالي 3 أو 4 كيلوغرام من هذا الشمع في هذا القدر، ونقوم بتغليته هكذا كما راكم تلاحظوا. المدة على كل حال حتى ترى هذا الأصفر، هذا اللون الأصفر اللي هو لون الشمع، هذا كما راكم تلاحظوا فيه هذا لون الشمع هذا هكذا، ويكون على كل حال خلاص ذاب الشمع في الماء، معناه الماء الآن يبقى الشمع مختلط بالماء، ونبقيه لمدة حوالي 20 دقيقة يطبخ أو ربع ساعة حتى 20 دقيقة يطبخ، وبعدها نقوم بنقله إلى مرحلة ثانية اللي هي تأتي بعد الطبخ.